يعني في كل لحظة بتذكر إنه هي كيف مسوي، كيف مدبر حالها. أنا والدة الأسيرة شهد عويضة، طالبة في جامعة بير زيت سنة ثانية تدرس علم حاسوب. طبعا احنا كل اهتمامنا صار طبعا في الاسير، اخبار الاسرى والاسيرات، والاسيرات بالاخص طبعا لان بنتنا اسيره. طبعا ما بنسمع خبر انه اسيره طلعت الا بنتواصل معها، او في محامي بده يزور الا بنتواصل معاه. طبعا بنضل على اعصابنا لما في الها زياره، لما الها محكمه. طبعا اخبار الاسيرات في الفتره الاخيره اكيد الجميع بيعرف انها الظروف صعبه وصعبه جدا. في 7 اكتوبر كان في قمع على الاسيرات، وكان في ضغط وتشديد كثير عليهم. تم رش الغاز في غرف الأسيرات، تم كلبشة الأسيرات وأعصص بأعينهم وطلعوهم من غرفهم. صراحة بالكاد لبسوا عليهم أواعيهم اللي المفروض يطلعوا فيها كإحنا كشعب فلسطيني أو كناس متدينين وإسلاميين. يعني أهمهم إنه في بعضهم يلبسوا الحجابات وهم طالعين على الفورة برا. قعدوهم فترات طويلة على ركبهم، هذا سبب لهم مشاكل كثير، وشاهد من الناس اللي تسببت في أذى في رجلها. وحاليا اجرى فيها مشكله نتيجه القمع والتنكيل في الاسيرات في بعد 7 اكتوبر. بعد 7 اكتوبر اختلف الوضع كليا عن اول فتره، هو صعب ولكن زاد صعوبه بتغيير مدير السجن جديد، وكونوا بقول لهم انه انا هاي انظمه جديده لازم تتعودوا عليها، سحب الملابس، سحب الاغطيه، سحب الاحذيه، التقليل من كميات الطعام اللي بالاصل قليله، نقص صار عندهم نقص فيتامينات، صار عندهم مشاكل في الهرمونات البنات، يعني ما في خصوصيه للاسيرات نهائيا. واحنا بنناشد جميع اي حدا عنده الامكانيه يتدخل لشان ينقذ اسرانا واسيراتنا. المفروض احنا جميعنا وكاهالي نوقف وقفه واحده ان ننقذ اسرانا من التعذيب اللي هم حاليا بهم بموتوا موت بطيء وما حدا عارف عنهم. عندهم مشاكل صحيه كثير، ما بيسمحوا لهم يروحوا على العيادات، حتى لو صار راحوا على العيادات ما في ادويه، حتى مسكنات مش موجوده حاليا. كيف توصلكم اخبار شهد؟ اخبار شاهد من خلال اذا اسيره طلعت، لما بتطلع اسيره يعني انا بشفق على الاسيرات اللي بيطلعوا، لانه من اول ما يطلعوا يعني الناس تبلش اتصالات قد ما هي ما في، هي الوسيله الوحيده اللي الناس تطمن على بناتها من خلالهم، ما في اتصالات ولا في زيارات ولا في اي شيء الا الاسيره اللي بتطلع، او اذا بنقدر نتمكن نبعث محامي، بنبعث محامين طبعا، بس مش قدرة كل الناس تبعث كل اسبوعين ثلاث تبعث لها ب 1000 شيك ولا ب 800 شيك لو بدت ربع ساعه، يعني هذا مكلف للجميع، ومع ذلك احنا بنبعث لها من على امل ان نطمنها ونطمن عليها، يعني ضل في تواصل بيننا وبينها. والحمد لله هي الاخبار اللي بتطلع، يعني الاخبار بترفع الراس، شهد قويه وعلى قد حالها وقدع وما بتهادن وعنيده في مواقفها ومبادئها اللي بتدافع عنها دائما. قديش عمرها شهد؟ شهد عمرها 20 سنه، كملتهم في السجن هي 3/5 تاريخ ميلادها، كملتهم بعد تقريبا 3 شهور او شهرين ايش من لما اعتقلت. تدرس علم حاسوب بجامعه بير زيت. بخفيش عليك يعني أنا لما نشغل التكييف أو التدفئة يعني أو بنحط غطاء زيادة، يعني في كل لحظة بتذكر إنه هي كيف مسوي، كيف مدبر حالها. في ظل إنهم سحبوا منهم الأغطية، سحبوا الملابس، ما بنعرف هل سلموهم إشي للتدفئة. كان الشبابيك عندهم، بنعرف الشبابيك مشيولة قصدا عشان يبردوا زيادة يعني. فهذا الإشي أكيد بيعذبنا من الداخل وبيوترنا وبشغلنا عليهم زيادة يعني. بس الحمد لله يعني احنا املنا بربنا كبير، وعارفين بناتنا وعارفين قوتهم وعارفين صلابتهم، وهم قد مهما حاولوا يضيق عليهم هم قد هالبنات، وبالعكس بتعاملوا مع الموضوع، وهم الحمد لله داخلين كثير متكافئات. واداره السجن اصلا بتضل تعاقبهم كونهم متحدات كلهم كاسيرات مع بعضهم، كل إشي بخففوه باخذوه بروح رياضيه، وبالعكس بحاولوا يتغلبوا عليه بكافه الطرق جوا. اخر إشي لو شاهد بتسمعك هسه شو بتحكي لها؟ بقول لها اني انا صح من ذاك انها بعيده عني، ومشتاكيت لها كثير 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 اني اضمها واسمع صوتها في البيت وضحكتها اللي دائما مملي البيت. بس بقول انا رافعه راسي فيكي يعني اكثر مما تتخيل، قد ما بسمع عنها شغلات بترفع الراس لاني بعرفها انا هيك، بس بالعكس زياده يعني هي الحمد لله كانت قد الموضوع وزياده ومستعده لاكثر منه. وبقول لها يعني انا ان شاء الله لقاءنا قريب، رغم كل اللي بتعاني ان شاء الله لقاءنا قريب.